قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن الغواصة المفقودة في البلاد قد عثر عليها غارقة في بحر بالي، مشيرا إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53. وصرح للصحفيين بأن الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة من فقدان الاتصال إلى غارقة. وأضاف: نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة، وخاصة لأسر طاقم الغواصة، وقد فقدت الغواصة يوم الأربعاء الماضي أثناء استعدادها لإجراء تدريبات توربيد.